ولتسليط الضوء على القضية السورية في ذكرى ثورتها التاسعة، معنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي السوري حسن النيفي. مرحبا بك معنا سيد حسن. تحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين. حياكم الله. يعني محطات كثيرة متعددة وسنوات كانت طويلة على الشعب السوري، واليوم أو هذه الأيام الذكرى التاسعة لانطلاقة الثورة السورية، كيف نستطيع أن نقيم هذه السنوات الماضية؟ الرحمة لشهداء الثورة السورية والحرية للمعتقلين. أقول على الرغم من المنعطف الصعب الذي تعيشه الثورة السورية وعلى الرغم من المشهد المأساوي، أقول على الرغم من جميع ذلك، فإن هذه الثورة العظيمة لمجرد صمودها لسنوات تسع ليس أمام نظام بشار الأسد فحسب، وإنما أمام أعتى قوى الشر والطغيان الكوني، وأعني بذلك الطغيان الروسي والإيراني معا. أقول عندما كانت المواجهة بين الثوار السوريين وبين نظام بشار الأسد، لقد سقط بشار الأسد منذ العام 2012 وباتت 70% من الجغرافيا السورية تحت سلطة الثوار، ولكن عندما تدخل حلفاء النظام الروس وإيران وباتوا لا يستهدفون كما يزعمون قوى الطغيان أو قوى الإرهاب، وإنما يستهدفون الحاضنة الشعبية للثورة، يستهدفون البنى التحتية، يستهدفون فصائل الجيش الحر التي تقاتل النظام، يستهدفون المستشفيات، وحتى مكنوا نظام بشار الأسد من السيطرة على معظم الجغرافيا السورية. ولكن على الرغم من هذه السيطرة، فبشار الأسد وجوده الآن ليس دليلا على أنه قادر على أن يحكم البلاد أو أنه قد صمد في وجه الثورة. نعم، بشار الأسد وجوده مرهون بوجود الدعم المطلق لحليفه الروسي، ومن يحكم سوريا كما يعرف العالم أجمع هو ليس بشار الأسد وليس آل الأسد، وإنما يحكمها بوتين. بوتين يأتي إلى دمشق ويستدعي بشار الأسد إلى مقر القوات الروسية. يعني إذا نظرنا أستاذ حسن إلى مسار هذه الثورة طيلة السنوات الماضية وما آلت إليه الأوضاع الآن، خيار عسكري النظام على تخوم إدلب بعد كل الإنجازات التي قامت بها المعارضة وقوى الثورة السورية خلال السنوات الماضية، من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأمور الآن؟ من يتحمل ذلك هو النظام بالدرجة الأولى، وكذلك بالدرجة ذاتها يتحملها حلفاؤه الروس والإيرانيون، والمجتمع الدولي أيضا يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، ذلك أنه خذل السوريين ووقف متفرجا، لم يحفظ عهوده ولم يحفظ وثوقه ولم يحترم حرمة الدم السوري على الجغرافيا السورية. من يتحمل من المسؤولية أيضا المعارضة السورية التي تصدرت المشهد وقد باعت قرارها الوطني وأصبحت جزءا من الأجندات الإقليمية والدولية، وبات السوريون يشعرون بحالة من الليتم. جميع هؤلاء يتحملون المسؤولية. أقول على الرغم من أن على المستوى العسكري صحيح أن حلفاء النظام قد انتصروا، هم شردوا السوريين، شردوا نصف الشعب السوري وقتلوا مليون شهيد منهم وسجنوا مئات الآلاف وباتوا يسيطرون على الجغرافيا، ولكن التحدي الأكبر واضح تماما أنهم لم يستطيعوا على الرغم من جميع ذلك أن يستثمروا هذا النصر بإرساء حل سياسي. الآن لا بوتين ولا إيران قادرون على إرساء حل سياسي وتجاوز إرادة السوريين. أقول كل ما حققه السوريون سواء من القرارات الدولية هذا انتزعوه بتضحياتهم وبدمائهم، وليس منة من المجتمع الدولي أو من الأمم المتحدة. شكرا جزيلا لك سيد حسن النيفي الباحث والكاتب السياسي السوري، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول.